السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالبات العزيزات، طالبات الصف التاسع، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم إن شاء الله سنبدأ في بطاقة رقم 7 بعنوان التفاعل الكيميائي. تلخيص المحتوى: تقسم التغيرات التي تحدث في البيئة إلى تغيرات فيزيائية وتغيرات كيميائية. تنتج التغيرات الكيميائية عن حدوث تفاعلات كيميائية بين العناصر والمواد. التفاعل الكيميائي هو تغير في تركيب الذرات وتوزيعها، حيث يتم كسر الروابط في المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة لإنتاج مواد تختلف في صفاتها عن صفات المواد المتفاعلة. أنواع التفاعلات الكيميائية، نبدأ مع بعض سويا: الاتحاد المباشر، الانحلال، الإحلال الأحادي، والإحلال المزدوج. بالنسبة للاتحاد المباشر، هو عبارة عن اتحاد مادتين أو أكثر لتكوين مادة جديدة. أما الانحلال فهو تفاعل ينتج عنه تحلل المادة الواحدة إلى مادتين أو أكثر. الإحلال الأحادي هو إحلال عنصر محل عنصر آخر أقل منه نشاطاً. الإحلال المزدوج هو تفاعل ينتج عنه تبادل الأيونات في موقعيهما في المركبين. نيجي الآن لنشاط واحد. نشاط واحد يقول: أكمل الفراغ. واحد: التغيرات التي تحدث في البيئة هي تغيرات فيزيائية مثل ذوبان الثلج، وتغيرات كيميائية مثل احتراق الخشب. التغير الذي يحدث عنه أو يحدث عنه تغير في صفات وخصائص المادة يسمى تغير كيميائي. 3. انصهار الزبدة يعد تغير فيزيائي، بينما احتراق الورقة يعتبر تغير كيميائي. نشوف بقية اللي هي البطاقة. الآن نشوف نشاط رقم 2. نشاط رقم 2، الحين بعد إجراء النشاط اللي هو في الكتاب المدرسي اللي حكينا عنه، تجربة الثعبان الأسود: هل احتفظ السكر وبيكربونات الصوديوم بصفاتهما الكيميائية؟ طبعا لا. السبب هو حدوث تفاعل كيميائي ينتج عنه مواد جديدة بصفات جديدة. نوع التغير في التفاعل هو تغير كيميائي. نيجي الآن هنا في التفاعل المقابل، يمثل التحليل الكهربائي للماء. عدد الذرات الداخلة في التفاعل 6، اللي هي 4 هيدروجين و2 أكسجين. عدد الذرات الناتجة عن التفاعل 6 ذرات، يعني دخلت 6 وطلعت 6. نوع التغير الحاصل اللي هو كيميائي. تتبع التغير الحاصل في الروابط قبل التفاعل وبعده. طبعا في المتفاعلات حدث تكسير للروابط، أما النواتج فحدث تكوين روابط جديدة. اكتب المصطلح العلمي. 1. تغير في ترتيب ذرات وتوزيعها، حيث يتم كسر الروابط في المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة لإنتاج مواد تختلف في صفاتها عن صفات المواد المتفاعلة، هو إيش؟ التفاعل الكيميائي. الآن دعونا نبدأ في بطاقة أيضا رقم 8، بطاقة 8 بعنوان تفاعلات الاتحاد المباشر. تفاعلات الاتحاد المباشر هو تفاعل ينتج عن اتحاد مادتين لتكوين مادة واحدة، حيث يتحد الأكسجين مع الفلز وينتج أكسيد الفلز، وعند إذابته في الماء يكون وسطا قاعديا يحول ورقة عباد الشمس أو دوار الشمس الحمراء إلى زرقاء. يتحد الأكسجين مع اللافلز وينتج أكسيد اللافلز، وعند إذابته في الماء يكون وسطا حامضيا يحول ورقة تباع الشمس الزرقاء إلى حمراء. تصنف تفاعلات الاتحاد المباشر إلى عنصر مع عنصر، أو عنصر مع مركب، أو مركب مع مركب. طبعا ينصح يتاسع بعدم إطالة النظر إلى اللهب الناتج عن احتراق المغنيسيوم، لأنه يسبب ضررا للعين وضعف للنظر.
نشوف الآن نشاط رقم 1 اللي هو نشاط احتراق المغنيسيوم، شرحناه في الحصة السابقة أثناء شرح الكتاب المدرسي. معادلة التفاعل الدالة عليه، طبعا أم جي لمغنيسيوم مع أكسجين سيعطي أم جي أو أكسيد مغنيسيوم. أكملي، ينتج عن التفاعل السابق اتحاد عنصري الأكسجين والمغنيسيوم لإنتاج مادة جديدة أكسيد مغنيسيوم. نوع التفاعل السابق اتحاد مباشر. عند جمع الرماد الناتج عن احتراق المغنيسيوم وإضافته إلى الماء، ماذا نسمي ناتج احتراق المغنيسيوم؟ يسمى أكسيد مغنيسيوم، وعند إضافته إلى الماء يسمى المركب هيدروكسيد المغنيسيوم. عند وضع ورقتي دوار الشمس في الدورق الذي يحتوي على هيدروكسيد المغنيسيوم، يتغير لون دوار الشمس من الأحمر إلى الأزرق وينتج وسطا قاعديا. نشوف هدول المعادلتين مهمين جدا جدا عنا. أكسيد الفلز زائد ماء سيعطي وسطا قاعديا الذي يحول ورق التباع الشمس من الأحمر إلى الأزرق. أما أكسيد اللافلز زائد الماء سينتج وسطا حامضيا الذي يحول ورق التباع الشمس من الأزرق إلى الأحمر، طبعا العكس. نشوف الآن المعادلات المطلوبة برضو معانا. نشاط رقم 2، أكملي المعادلات الكيميائية وصنفي نوع الوسط الناتج. طبعا هنا تفاعل اللي هو أكسيد الكالسيوم مع الماء سينتج هيدروكسيد كالسيوم، هيدروكسيد الفلز اللي هو وسط قاعدي. الآن حينتج عنا تفاعل أكسيد البوتاسيوم مع الماء اللي هو فلز البوتاسيوم أو فلز أيضا زي الكالسيوم، سينتج هيدروكسيد بوتاسيوم أيضا سينتج وسطا قاعديا. أما SO3 زائد H2O حيعطي اللي هو حمض الكبريتيك، لأنه لا فلز، أكسيد لا فلز سينتج وسطا قاعديا. نشوف الآن نشاط رقم 3، بقول صنفي تفاعلات الاتحاد المباشر إلى 3 أنواع. 1، تفاعل عنصر مع عنصر. 2، تفاعل عنصر مع مركب. 3، تفاعل مركب مع مركب. ب، صنفي تفاعلات الاتحاد المباشر حسب الآتي. المعادلة الأولى يتسع زي ما احنا شايفين بداية عنصر مغنيسيوم مع عنصر أكسجين، إذا هي عبارة عن تفاعل عنصر مع عنصر. أما المعادلة الثانية معطينا NH3 زائد HCl بعطينا NH4Cl لكلوريد الأمونيوم. لو لاحظنا هنا مركب وهنا مركب، إذا هذا التفاعل يمثل تفاعل مركب مع مركب. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حل بطاقة رقم 7 وحل بطاقة رقم 8. تابعونا في حل باقي البطاقات. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.